تحياتي يا أصدقائي. قبل كم يوم مر خبر ضمن الأخبار المتداولة على أنه في مدينة برمنغهام البريطانية تلون لون الماء في أحد الأنهار باللون الأحمر. طبعا الناس اللي ما لقت أبدا تفسير لهي الظاهرة دغري راحت لأقصى أنواع التفاسير وافترضت أن هذه علامة من علامات اقتراب القيامة. طبعا الحادثة، حادثة اللون الأحمر بحد ذاتها، تكررت في أكثر من مكان وستتكرر دائما لأسباب ما لها علاقة بمعتقدات الناس، إنما لأسباب علمية. يعني مثلا قبل فترة بسيطة نهر بردة نفسه صار لون المي فيه أحمر. طبعا الناس دغري كمان فكرت بأنه هاي علامات غريبة أو تنذر بحدوث شيء غير معتاد، ولكن كان الجواب العلمي بأنه المياه اللي بتجري تحمل معاها الأتربة، وجزء من هاي الأتربة ممكن يكون مختلط ب يعني بالحديد الموجود فيها اللي بيكون عادة لونه أحمر، بمعنى يعني أكسيد الحديد هو اللي بيعطي هذا اللون للماء. طبعا كمان بروسيا صارت هاي القصة من فترة كمان ونفس الشيء يعني، لكن المؤكد أنه هاي الأشياء إذا صارت هي لا إلى علاقة بالقيامة ولا إلى علاقة بحدث يعني استثنائي أو مخيف أو غير معتاد. لكن هذا بيخلينا نفكر الحقيقة أنه الهوس، هذا هوس الناس باستدعاء فكرة القيامة ليومياتهم. عموما يعني ما فينا نقول أنه هذا شعب متقدم ما بيفكر بهذا الشيء وهذا شعب متخلف بهذا بيفكر بهي المسألة. ملاحظين بريطانيا اللي هي يفترض أنه تكون مثلا كشعب متطور أو متقدم، يعني دغري الناس راحت باتجاه التفكير بالقيامة، ونفس الشيء كمان بأمكنة تانية. هاي مسألة القيامة والتفكير بحدوث الحادثة العظيمة أو الحدث الأعظم يعني اللي بعده سوف تنتهي البشرية ويصبح يعني تصبح الحياة في طور آخر وفي حالة مختلفة بدون ما نناقش المعتقدات الدينية حاليا، هذا أمر متوفر عند كل الشعوب. في كاتب اسمه ديتر سيمرلينغ عمل كتاب من فترة طويلة، طبعا هذا الكتاب ترجم للغة العربية، اسمه النهايات أو الهوس القيامي الألفي. هذا الكتاب اللي صدر بدار قدموس الدمشقية وكان مترجمه الراحل ميشيل كيلو حكى عن تكرار فكرة القيامة أمام الناس أو بحياة الناس وتكرار الحديث عنها يعني أزمنة متعددة. كل فترة والتانية كان تظهر أو يظهر حدا يقول أنه اقتربت القيامة، هاي العلامات هي علامات القيامة، ودائما دائما كان الهاجس هو أنه البشرية سوف تفنى، الإنسان لازم ينهي أعماله السيئة ولازم يآمن وكذا وكذا لأنه القيامة اقتربت. طبعا العلامات اللي بيبنوا على أساسها فكرة القيامة هي نوعين. النوع الأول هو معتقد ديني و يتم ربطه بمفاهيم مجردة أو أشياء يعني غير مدركة ماديا، كالتفكير مثلا بأنه نحن كما اقتربنا مثلا من عام 2000 تم تصور أنه عام 2000 سوف يكون هو يعني عام نهاية البشرية. بعدها بفترة ب 2012 كمان يعني بحسب البعض اللي روج فكرة أنه هذا جزء من معتقدات حضارة المايا بأنه في يوم 12/12/2012 سوف تفنى البشرية، هذا الحكي صار وتكرر ويعني استهلك وقت طويل يعني ما بين الناس اللي قرأته بالإعلام وما بين الأشخاص اللي حاولوا يفندوا هاي الفكرة، والحمد لله يعني البشرية لساتها مستمرة، لا تأثرت بعام 2000 ولا تأثرت بعام 2012 وربما ما رح تتأثر ب 212 أو ب يعني 112 2112 يعني
العلامات تعرفوا أنتم بالدين الإسلامي في علامات قيامة صغرى وفي علامات قيامة كبرى. علامات القيامة الصغرى كثيرة حقيقة، تقريبا على موقع ويكيبيديا بإحدى الصفحات في 130 علامة. أما علامات القيامة الكبرى فهذه لم تحدث يعني، وبعض رجال الدين بيبنوا افتراضات بأنه يعني ها اقتربت. طبعا هي المعتقدات كلها أنا بحطها ضمن الإطار العقلي، بمعنى أنه هي مرتبطة بالأديان وبالأفكار وبمعتقدات الناس. أما العلامات اللي يبنى عليها ماديا، يعني بمعنى إذا تمت رؤيتها من قبل البعض بيروحوا دغري لمسألة التفكير بالقيامة، فهي حقيقة كمان كتير. مثلا لما بيظهر مذنب في السماء، مثلا يظهر مذنب هالي، فالناس دغري بتقول انه هذا يعني مؤشر على اقتراب الساعة. الساعة باللغة العربية او يعني علامات الساعة هي علامات القيامة. وايضا لما بيختلف ظرف يعني طبيعي على الكرة الارضية، الناس دغري كمان بتقول انه والله يعني اقتربت الساعة. وهلأ حاليا يعني علامة صغيرة مثل هذا النهر الاحمر، بين قوسين نهر احمر، يعني النهر اللي صار لون مياهه باللون الاحمر، الناس بتفكر بأنه هاي علامة من علامات القيامة. الحقيقة أنا ما كنت حابب أحكي عن هذا الموضوع بهذا الشكل، نظراً لحساسيته عند البعض وخاصة تداخل ما بين المادي والروحاني. لكن أنا ما بقدر مرق يعني هذا الخبر تبع نهر برمنغهام دون ما أعمل تقابل ما بين هاي الظاهرة الطبيعية وبين الظاهرة غير الطبيعية المبنية على تغول يعني القوى اللي عم تمارس الشر فعلا بالعالم، تغول دولة مثل إسرائيل، تغول نظام مثل النظام السوري على هنيك على الفلسطينيين وهون على السوريين، واللي نتج عنهم حقيقة أنهار من الدم. هنيك لون أحمر وقلتوا أنه في يعني احتمال للقيامة، وهون في أنهار عم تجري من سنوات طويلة وانتو ما اعتبرتوا انه هذا مؤشر ابدا للقيامة. هلا هون ما بدي استغرق تماما بتحليل انه هدول الناس كيف بيفكروا او ليش ما بيشوفوا انه هون في هذا نذير من نذر القيامة، بس بدي اقول انه حتى هذا المفهوم بيتم، رغم انه هو مفهوم انساني، يعني خوف الناس من نهاية العالم هذا شائع بكل حضارات العالم وبكل أديان العالم، بس لكن هون بيشوفوه على أنه يعني قربت القيامة، وهون بيشوفوا أنه أمر طبيعي، أنه هاي شعوب يعني شو ما صار فيها هي يعني أمر طبيعي وعادي ولا كأنه فيه. رغم أنه إحنا بنعرف أنه اللي يعني القوة اللي عم تعمل هذا الشيء هي قوة يعني مدانة. يعني قبل كم يوم شفتوا محكمة العدل الدولية كيف أصدرت يعني قرارات يعني بواجب تنفيذها من أجل إيقاف سيلان الدم، إيقاف القتل. هون بيصير الأمر عادي، وهنيك بيصير الموضوع هو يعني ضمن الاحتمالات، أنه الناس عم تفكر والله ها يعني احتمال يصير في قيامة. يعني بالزمانات فرانسيس فورد كوبولا سمى فيلمه القيامة الآن، اللي كان بيحكي عن الجيش الأمريكي بفيتنام. ورغم أنه يعني الشيء اللي صار مع الجيش الأمريكي هناك صار مع يعني تكرر بأفغانستان مثلا، أو تكرر بمكان تاني، أو تكرر مع آخرين، لكن حقيقة أنا شفت القصة أنه هو استدعاء جزء من الهول الإنساني من أجل تسمية حدث من نوع معين بهذا الشكل، تكبير هذا الحدث ليكون هو يعني مقارب للهول أو الشيء الكبير كتير عند البشر. طيب ما نحن كمان عنا هذا الهول، عنا هذا عنا الفاجعة، عنا الكارثة الكبرى اللي عم تحاصرنا صار لعشرات السنين، إن كان بفلسطين
ولا ان كان بسوريا ولا ان كان عند كل هالشعوب اللي عم تعاني من انظمتها. الا يستدعي الامر انه نفكر بانه آن الأوان أن تقوم قيامة الشعوب ضد هاي الأنظمة وضد هاي القوى المتغولة على البشرية؟ أشياء كثيرة عم تصير بالعالم حوالينا تتسمى بهذا الشكل وهي مانا هيك، من أجل أن احنا ننسى أشياء حقيقية كان لازم نوليها كثير من الاهتمام ونبذل من أجلها كثير من الجهد. تحياتي، وأرجو أنكم أنتم في حال حبيتوا هذا الكلام أنكم تشتركوا بقناة مترو سوريا وتفعلوا خاصية الجرس، وإلى اللقاء.